في الحلقة الثانية للأستاذ علي صالح الجمرة عضو مجلس الشعب التأسيسي الأسبق ضمن برنامج حصاد السنين، يستعرض ضيفنا صورا متعددة لحقبة خطيرة ومضطربة عاشها الوطن وكان شاهدا عليها. فعدت التعليق عنوان ماذا يريد السبتمبريون، العنوان نفسه أغضبهم فأثارهم هذا العنوان وقاموا بشكوى جماعية وقع عليها 40 ضابط وجهوها للرئيس الحمدي. بعد ما أذيع البيان بحوالي 9 دقائق وإذا بالوزير يتصل بي اللي قالوا لك أذعت أن البيان أذيع من الإذاعة غير ما جاء مجلس القيادة. قلت له نعم الرئيس يتصل بي وأنا في المكتب في الإذاعة. قال لي جزاك الله خير جزاك الله خير جزاك الله خير، لعن الله الثقيل لعن الله الثقيل لعن الله الثقيل. جاء الأستاذ محمد سالم باسندوة وزير الإعلام، دخلوا عليه مجموعة من الجماعة من الوزارة قالوا له أن علي الجمرة ضد التوجه السياسي. ويتحدث الأستاذ الجمرة عن التوجه الجاد لإذاعة صنعاء للارتقاء بالرسالة الإعلامية والدفع بها حتى تصل إلى نطاق واسع من الريف اليمني، وذلك في منتصف عقد السبعينيات من القرن الماضي. برامج الريفية بدأت أيام إبراهيم الحمدي بشكل مرتب، وجاء لنا خبير دولي من ألمانيا خاص بالبرامج الريفية وبتطوير العمل الإذاعي. أول ميزانية وضعناها للإذاعة الجمهورية العربية اليمنية أيام هذا الخبير كان يقول بالحرف الواحد: مهما تكون خبرتي في العالم فأنا في ذاتي غربية، لكنكم أنتم سادة بلادكم، خذوا استشارتي وطوعوها بما يتناسب ظروف بلادكم. ويتطرق مدير عام المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون الأسبق إلى اللحظات الصعبة والحرجة والاختبار الأصعب الذي تعرض له وهو في إذاعة صنعاء عقب اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي. اتصل بي الرئيس الغشمي يقول لي علي، قلت نعم، اتصل بي للبيت. قال اوقف برامج الإذاعة واطلع القرآن الكريم. قلت له آسف لن اوقف نشرة الأخبار. ويشير ضيفنا إلى أنه في عهد الرئيس الأسبق أحمد الغشمي تم تشكيل مجلس الشعب التأسيسي في مارس عام 78. أذيع بيان من الإذاعة تشكيل المجلس، بيان دستوري تشكيل مجلس الشعب التأسيسي وتحديد اختصاصاته وأسماء أعضائه، فسمعت اسمي من الأسماء في المجلس. هذا بالإضافة إلى مواضيع أخرى تأتيكم مفصلة في الحلقة القادمة من برنامج حصاد السنين. يأتيكم الأربعاء الساعة 10 مساء ويعاد الخميس 1:30 بعد منتصف الليل والثانية 1:30 ظهرا.